مستمرين معاكم في فيديو متابعي قناه الاهلي في كل مكان بعد الفقره الاولى المميزه جدا مع استاذ محمد الجندي واللي كان معاه فيها طبعا كابتن خالد متولي المدير الفني السابق لفريق انبي. لسه مستمرين معاكم في بعض الفقرات الخاصه بحلقه الاهلي ليله النهارده. في الحقيقه الفقره اللي هتكون معانا دلوقتي فقره هامه للغايه، وهي بتدل ان النادي الاهلي مش بيركز بس على الجانب الرياضي او كره القدم فقط داخل النادي بمختلف مقراته، لكن النادي الاهلي دايما بيهتم بالجانب الانشائي ده رقم واحد، واكيد كمان الجانب الاجتماعي، وده شيء مهم جدا بالنسبه لكل اعضاء النادي الاهلي. فبالتالي النهارده هتكون فقرتنا مهمه من خلال الحديث عن لجنه الطفل بالتحديد داخل النادي الاهلي، واللي بتقوم بصراحه في بدايه مهمتها بدور هام جدا وهو خاص بكيفيه مواجهه التنمر من خلال يوم الجمعه الماضي او امبارح، وكان يوم كبير ومهم جدا في حضور عدد من الشخصيات المهمه جدا سواء الشخصيات العامه او اعضاء مجلس اداره النادي الاهلي بعض نجوم الكره، وكان اليوم ده مخصص لكيفيه وتوعيه الناس في كيفيه مواجهه التنمر من خلال حمله وندوه مهمه جدا تحت عنوان انا ضد التنمر، وده اكيد بيدل على اهتمام النادي الاهلي بالجانب الاجتماعي بجانب طبعا العديد من الجوانب الاخرى. كان بالتالي تحت رعايه مجلس اداره النادي الاهلي وباشراف اللجنه العليا للجان بالنادي وبالتنسيق مع بعض طبعا المؤسسات المهمه جدا، الاتحاد المصري للرياضه المدرسيه، لجنه الطفل كمان، ووزاره التربيه والتعليم، وزاره الشباب والرياضه، واتحاد الدراجات، واليونيسيف. صراحه كان يوم مهم جدا، بالتالي حدث كان هام وضروري جدا ان احنا نتكلم فيه من خلال حلقه الاهلي الليله النهارده. عشان كده برحب باثنين من الضيوف المهمين جدا، استاذه هاجر مقبول عضو اللجنه العليا للجان بالنادي الاهلي ومشرفه على لجنه الطفل، برحب بيكي. اهلا بيك. ايه الاخبار؟ كله تمام؟ كله حلو. وايضا دكتوره دينا محسن عضو لجنه الطفل، برحب بيكي منورانا وشرفانا. اهلا بيك. نروح نشوف تقرير عن اليوم ده وكل ما حدث من خلال ندوه مهمه جدا وماراثون كمان كان اهم مع بدايه اليوم، ونرجع مع بعض نواصل حوارنا مع ضيوفنا. أكيد كان تقرير مهم ويوم أهم في كيفية مواجهة التنمر، عشان كده عايز أبتدي أسئلتي النهارده مع أستاذة هاجر. وفي البداية إزاي تم إنشاء لجنة الطفل أو تواجد لجنة الطفل بالتحديد، وهي خصوصا إن هي كانت متواجدة مع لجنة المرأة، الفكرة جت إزاي ومين كان مصمم عليها؟ الحقيقة زي ما حضرتك قلت، هو لجنة الطفل كانت مع لجنة المرأة، بس بما إنه في أنشطة مهمة جدا ممكن يعني نحتاج نفصلها عن لجنة المرأة، فكان طبعا في إصرار من اللجنة العليا إن احنا نفصل لجنة الطفل عن لجنة المرأة عشان نقدر ننظم لها أنشطة مستقلة بيها تخدم الطفل الأهلاوي. تمام. طيب نخش بقى في موضوع التنمر، وعايزك تشرحي لي بس او تشرحي لكل اللي بيشاهدونا دلوقتي ايه هو التنمر عشان الناس تبقى فاهمه بس الجزء. اوكي. التنمر للناس اللي ما تعرفش، هو اي سلوك، هو سلوك عدواني بتسبب من خلاله طفل في ايذاء طفل اخر باشكال مختلفه وبشكل مكرر ومتعمد. طبعا ليه اشكال كتيره، ممكن يكون ضرب، تخريب ممتلكات، سخريه. فالحقيقه ان احنا الحمد لله ان انتبهنا في النادي الاهلي ان احنا نتجه لرفع الوعي عند الناس، عند الاباء، عند الامهات، عند المدربين، عن ايه هو التنمر واسبابه وازاي نواجهه وازاي البيت يتعامل مع الطفل اللي بيواجه التنمر، لانه كمان حاجه لا تتفق مع الروح الرياضيه طبعا في النادي الاهلي. كلنا عندنا في محيطنا الطفل اللي بيرجع مش عايز يروح من المدرسه، اللي مش عايز يروح النادي، اللي زمايله بيضربوه ومش عارف يعمل ايه. عندنا برضو الام اللي مش عارفه اقول لابني اللي يضربك اضربه ولا لا، اللي يشتمك اشتمه ولا لا، وهل انا كده باذيه ولا انا يعني بساعده. فطبعا كان لازم نواجه ده من خلال الايفنت بتاعنا. طيب دكتورة دينا، ظاهرة التنمر ظاهرة موجودة في مجتمعنا وكانت بداية بالنسبة للجنة الطفل بعد قرار طلع من مجلس الإدارة من حوالي 10 أيام أو أسبوعين. الفكرة جت إزاي إن أنتوا تبتدوا بحاجة كبيرة زي دي عشان توعوا الناس بأهمية مواجهة التنمر؟ الفكرة جت إن النادي الأهلي هو يعني النادي الأهلي هو مصنع الأبطال، هو أساس الرياضة في مصر تقريبا وفي العالم العربي، أقدر أقول كده. التنمر للأسف بيدمر كل الأهداف اللي احنا أصلا مدخلين ولادنا رياضة عشانها. يعني الرياضة مثلا مفروض أنها طبعا بلس أثرها على الصحة الجسدية، فهي ليها تأثير نفسي قوي جدا. احنا بندخل ولادنا رياضة عشان نزود ثقتهم بنفسهم، عشان نعلمهم إزاي روح المشاركة وروح الفريق، نعلمهم إزاي يقدروا ياخدوا قرارات ويقدروا يواجهوا التحديات في العالم الخارجي.
طبعا للاسف شديد التنمر بيدمر كل الحاجات دي، كل الحاجات الايجابيه اللي احنا بنحاول نزرعها في اولادنا من خلال ممارسه الرياضه، التنمر بيدمرها، بيخلي الطفل مايل للعزله، ما عندوش اي رغبه في ممارسه اي نشاط، بيخلي بيضعف ثقته في نفسه، بيقلل تركيزه. فعشان كده احنا فكرنا بيأثر ازاي على اطفالنا في الرياضه بشكل عام موضوع التنمر ده؟ ما بيبقاش عايز يروح التمرين، لان طبعا التنمر ممكن يعني الطفل يتعرض له من طفل زيه، وممكن للاسف الشديد من الكابتن او من حد صاحب السلطه لو في المدرسه من المدرس. عن طريقه التعامل. بس خلينا ناكد انه ده بيتم ممكن عن عمد او غير عمد. طبعا طبعا الكباتن بتبقى بهدف تحفيزي، بتحاول ان هو انها يعني تقول له يلا شد حيلك انت تخين كده ليه، انت ضعيف، انت زمايله لو ضحكوا عليه. فالولد ممكن يكون متفوق رياضيا وعنده يعني اساسيات كويسه وبدايه كويسه في الرياضه، ممكن ده ياثر عليه يسبب له احباط وانه مش عايز يشارك ومش عايز يكمل. فالكابتن غصب عنه المجهود اللي هو بيعمله في الرياضه هو بيهده بالناحيه الثانيه في بالتنمر اللي هو بيمارسه سواء يعرف او ما يعرفش. اتفضلي. بس فالطفل بيبدا ان هو مش عايز يروح التمرين، او رايح وهو متضايق، متضايق من المجموعه، كل اللي احنا بنحاول نزرعه فيه خلاص اتدمر. فقررنا ان احنا لازم اول حاجه لازم نغير هنا، نغير التفكير، ننشر الوعي عن طريق اول حاجه نشر الوعي، لان زي ما هاجر قالت القصه بتحصل ساعات كتيره من غير عمد، يعني ما بيكونش قاصد ان هو يأذي الطفل، او بيكونش قاصد، ده ساعات التنمر بيحصل من ام لاولادها كمان ما بيكونش قصده. فلازم اول خطوه نشر الوعي، نعرف الناس ايه هو التنمر وايه اشكاله، بعد كده الموضوع يتدرج بقى. يعني في مراحل بعد كده نعرف الناس ايه هو التنمر، طيب نعلم الطفل يتصرف ازاي لو حصل له موقف زي ده. دور الاسره، دور الاسره طبعا ده اساسي، دور الاسره ده اساسي، دور الاسره اساسي في دعم الطفل، واساسي في تقويم الطفل اللي بيقوم بعمليه التنمر، لان ساعات الاسره ما بتبقاش واخده بالها ان ابنها بيعمل تنمر، لا ده بيهزر، لا ده مش مشكله ولد بقى، بالذات الموضوع الولاد ده، ولد يعني ما يعلي صوته ولا يضايق مش مشكله عشان يبقى راجل. فالحته دي اصلا محتاجه ان هي محتاجه وعي من الطرفين، من اسره الطفل اللي هو معتدى عليه والمعتدي. طب ما هو اكيد طالما في يكون او لازم يكون في وعي للطرفين سواء اسره الطفل او الطفل، اكيد لازم يكون في وعي كمان للمدربين. طبعا ده طبعا. هل قمتوا بيه ولا لا؟ تمام، ده بالفعل اسمح لي احنا قمنا بيه. احنا طبعا انتبهنا لده في بدايه اول انشطه، حضرتك عارف دي لجنه الطفل زي ما حضرتك قلت لجنه وليده في النادي الاهلي وجديده، واحنا انتبهنا لده في اول الانشطه، والحقيقه الاداره التنفيذيه ساعدتنا كتير وطلبنا حضور المدربين والاطفال من الفئه الرياضيه. والندوه تمت حاضر فيها دكتور اكرم الزيات من المجلس القومي للطفوله والامومه، وكانت بتستهدف المدربين الاباء الامهات والاطفال من الفرق الرياضيه كويس. عشان يعرفوهم انه انت قد تكون بتمارس التنمر من غير ما تاخد بالك. تأثير ده على الطفل اللي انت بتبنيه، انت بتبنيه رياضيا، انت بتهده نفسيا، الولد ممكن ما يرجع لكش تاني، وبالتالي انت خسرت بطل. الاباء والامهات ازاي يعرفوا يتعاملوا مع الطفل بيتعرض للتنمر ويحتضنوه وما يتجاهلوش مشكلته، بالعكس ويعرفوا يقولوا له يقول ايه ويواجه ده ازاي عشان يبقى اقوى. فالحقيقه هم شاركوا معنا مدربين طبعا. طيب التنسيق في مشاركه بعض المؤسسات اللي كانت متواجده وابرزها طبعا اليونيسيف، اخذ منكم وقت قد ايه ونسقتوا ازاي اصلا من البدايه؟ هو زي ما قلنا لحضرتك كده اللجنه جديده، واحنا كنا قعدنا مع اباء وامهات واطفال نجمع منهم افكار ايه النشاط اللي نبدا بيه انطلاقه اللجنه كوي. وكانت معظمها بتدور في فكره انه اعملوا لنا حاجه للصحه النفسيه للطفل، عايزين ندوه لابني ما بيش محبط، ابني منطوي، حاجات كلها تندرج تحت مسمى التنمر، بس من غير يمكن حتى هم ما يعرفوا ان ده بيجي تحت مفهوم التنمر. فقررنا ان احنا بما ان ده موضوع يهم ناس كتير ان احنا نعمل كونتاكت دايركت مع يونيسيف ايجيبت، علشان يبقى عندنا اقتراح ان الاهلي يدعم حمله انا ضد التنمر اللي هي الحمله القوميه بتاعتهم. الحقيقه هم رحبوا جدا جدا وادونا تي شيرتس وكابس مكتوب عليها الاهلي يدعم انا ضد التنمر، وادونا تول كيتس ماده علميه يعني للاطفال، قصص قصيره الاطفال يقروها تفهمهم يعني ايه التنمر بشكل مبسط، حاجات تيبس او يعني حاجات توجيهيه كده للاباء والامهات ازاي يتعاملوا مع التنمر، يفهموا ايه هو التنمر وانواعه واشكاله وتاثيره وكل الحاجات دي. ورحبوا جدا جدا بالفكره وانضموا لنا. كان في نفس التوقيت في الاتحاد المصري للدراجات واتحاد الرياضه المدرسيه كانوا مقدمين طلب للنادي الاهلي لعمل اكبر تجمع للدراجات،
بحضور معالي وزير الشباب زي ما كان في التقرير الدكتور اشرف صبحي. والحقيقه احنا كلجنه فكرنا ان احنا ندمج الحدثين ببعض ونعمل نشاط كبير يلفت النظر للاباء والامهات وكل المعنيين عن أهمية وخطورة التنمر. الحقيقة ثلاث جهات تعاونوا معنا لأنه الحقيقة الهدف يستحق برضو، ومرحبوا جدا جدا بالفكرة ودعموها، وده اللي أدى طبعا لنجاح الإيفنت في الآخر الحمد لله. طبعا. طيب دكتور دينا، يعني اليوم ده أو فعاليات اليوم بشكل كامل، هل دي بداية لمحاربة التنمر ولا خلاص هينتهي أو هتنتهي محاربة التنمر عند هذه الجزئية أو هذا اليوم وهتلجأوا لملف آخر أو موضوع آخر هتبتدوا تشتغلوا فيه من خلال لجنة الطفل؟ لا طبعا، موضوع التنمر ده ملف اونجوينج مفتوح معانا على طول الوقت. دي كانت نقطه البدايه، الايفنت ده كان نقطه بدايه. هو مش مجرد ايفنت بالمناسبه، مش حاجه ترفيهيه ماراثون وعجل وكده، لا دي حاجه بنبتدي فيها، بنزرع البذره، بنقول يا جماعه خدوا بالكم انتبهوا. يعني انا كنت مبسوطه قوي صراحه واحنا بنعمل الحمله الدعائيه اللي قبل اليوم، قبل يوم الايفنت، ان الناس بدات تيجي تتكلم معايا وتسالني. الاطفال بقوا يسالوني هو يعني ايه تنمر. الامهات بقوا يجوا ده انا بيحصل لي تنمر من مثلا من جارتي. لما مثلا بتقرا الماده العلميه اللي معايا انا فعلا بيحصل لي كده. هي مش عامله ادراس، مش قايله ان ده تنمر، بس هي بتقول انا بتعرض للاذيه. لان هو التنمر في الاخر هو ايذاء نفسي، عنف نفسي. لا ده ابني بيحصل له كذا، ده بنتي بيحصل لها كذا. فالناس عندها شغف للموضوع ده واستقبالهم عالي جدا. فطبعا دي مجرد البدايه، نقطه الانطلاق. الحملة مستمرة معانا في جميع الفروع مدينة نصر وزايد إن شاء الله، وهنكمل في أي نشاط هيكون تابع للجنة الطفل لازم هيبقى فيه جزء إشارة حتى طيب أستاذة هاجر، يعني مدى انعكاس أو الانعكاس الإيجابي بالنسبة اليوم ده على الأعضاء وأولياء الأمور في النادي الأهلي؟ والله هو اولا هو بدا من اول النشاط الترفيهي، كانت المشاركه قويه جدا جدا. احنا وفرنا اكتر من 70 عجله كلهم خلصوا، فكان في تفاعل من الناس ومن الشباب في المشاركه في قياده الدراجات. بعد كده كان في تفاعل من المدربين والاباء والامهات من خلال الندوه اللي عملها زي ما قلت لحضرتك المحاضر من المجلس القومي للطفوله والامومه. كان في اسئله تفاعليه والناس كانت مبسوطه جدا، والاطفال نفسهم بيعرضوا مشاكل هم بيواجهوها، والدكتور كان بيرد عليهم وبيستفيدوا اكيد من استشارته. تلا ده كان في، احنا طبعا كنا عارفين في السكادول ان ده يوم جمعه وفي صلاه جمعه، فالكبار قاموا وراحوا يصلوا صلاه الجمعه، وكان في ستوري تيلينج او يعني حوالي 45 دقيقه كده قامت بيها دكتوره رانيا امين من يونيسيف، هي كبيره في الطفل، وشرحت لهم بشكل مبسط ايه هو التنمر من خلال صور على الشاشة الكبيرة. شرحت فيه قصة معينة فهموا من خلالها ان التنمر ده حاجة سيئة جدا ومش حاجة ظريفة خالص انك تتريق على واحد صاحبك ولا ان حد تخين يتريق عليه او حاجة كده. الحقيقة برضو الاطفال كانوا متفاعلين جدا جدا ومبسوطين كأنهم بيشوفوا فيلم كرتون او حاجة زي كده، ففهموا منه. بعد كده اختتمنا اليوم عشان نأكد على انه الاطفال فهموا يعني ايه تنمر بشكل مبسط، ان احنا جبنا كالرينج شيت او رسومات فيها تنمر، ولد واقع وصحابه بيضحكوا عليه، ولد بيضرب ولد، وكانت لجنه الطفل كان بيستعان من الاطفال جدا. كانت كمان لجنه الطفل واقفه، يعني اعضاء لجنه الطفل واقفين معاهم في الجاردن بيشرحوا لهم ان اللي انت بتلونه ده حاجه، بص يعني شوف ولد واقع ده مش حاجه ظريفه، بص مش حاجه، ده واحد بيضرب واحد دي حاجه مش ظريفه. كل طفل في الاخر كتب اسمه على كالينج شيت دي وعلقناها على فريم دائم في النادي الاهلي، مكتوب عليه الاهلي يدعم انا ضد التنمر، وكل طفل علقها بنفسه، واعتقد ان يعني الفكره وصلت لهم بشكل ظريف ومبسط. طيب دكتوره دينا، قلت لي ان في مختلف افرع النادي، مش هيبقى بس في الجزيره، عندنا مدينه نصر والشيخ زايد، توعيه التنمر في الفرعين دول بالذات هتكون بأني شكل؟ احنا ممكن في الاخر لسه ما استقرناش على شكل نهائي، بس الموضوع التنمر ده عايزين نشتغل عليه على كل النواحي، ناحيه الاطفال عن طريق ورش الاطفال. يعني مش هنقف نقول لهم ندوه او كده، بتبقى حاجه زي اللي حصلت في الجزيره، اللي هي سرد قصصي حكي عن طريق النشاط الحكي. عن طريق ورش معينه، حاجات بيعملوها بايديهم، وبنقدر نقول لهم تعليمات او نقدر نديهم المعلومات وهما بيعملوا الحاجه دي، لان الطفل ما بيلزقش في دماغه الحاجه غير لما هو بيعمل بايده او يشوف حاجه كرتونيه قدامه. ده بالنسبه للاطفال. بالنسبه للام
الام او الاب هيكون عن طريق ندوات والمدربين طبعا ده اساسي. احنا هنحرص كمان ان احنا نختار ميعاد الندوه في ميعاد يناسب المدربين اللي هو بعد مثلا تدريب الاكاديميات بعد ما يكونش ميعاد لماتشات الفرق. فاحنا حريصين جدا المدربين هم يكونوا من اوائل الحضور لندوات زي دي، ندوات توعيه عن طريق برضو نشر الماده العلميه دي مهمه جدا. ان يعني مدينه نصر احنا لسه ما عملناش فيها حاجه بس نشرنا الماده العلميه. واللي كنت بحكيه لحضرتك ان الناس جت قالت لي يعني ايه تنمر وسالوني، دول كانوا في مدينه نصر مش في الجزيره ما حضروش الايفان بس عرفوا يعني ايه وبدا البذره تتزرع عندهم يعني. فان شاء الله اللي حصل في الجزيره هيتكرر في مدينه نصر وزايد وبشكل كمان مختلف وبشكل اكبر. يعني احنا كل الانشطه اللي جايه بتاعت بشكل اكبر من كده يعني هيكون ماراثون وفي ندوه وبرده حضور نفس المؤسسات بنفس الاشخاص. لا ممكن ما يكونش طبعا نفس، احنا هنحاول ان احنا نتواصل مع نفس المؤسسات طبعا. بس ممكن ما يكونش بنفس الشكل، بالعكس ممكن ياخد شكل مختلف. بس احنا هنحاول برضو نعمل الماراثون ده لان الطلب منا يعني، بس يكون حاجه ممكن خاصه بالنادي الاهلي من غير ممكن مع اليونيسيف لان هو الطلب مننا من كذا حد يعني. تمام. طيب يعني استاذه هاجر عايز اتكلم عن كواليس اليوم. زي ما احنا كنا شايفين كده في اللقطات اللي فاتت دي، التجمع كان الصبح الساعه 7 او 8 تقريبا، الامور كانت ماشيه ازاي؟ تجمع 7 والبدايه كانت 8 صح؟ 7 ونص تقريبا. بدايه كانت 7 وربع. طيب الكواليس كانت ماشيه ازاي والاعداد؟ عايز اطمن على الاعداد، هل كان في اعداد كبيره من الاطفال ومن اعضاء النادي الاهلي؟ طبعا بخلاف الشخصيات المهمه اللي احنا شفناها، وهيكون معانا تقرير كمان كمان شويه هنشوف فيه ردود افعالهم، لكن قولي لي الكواليس اليوم كانت ماشيه ازاي والاعداد كانت اخبارها ايه؟ هو طبعا الماراثون كان المفروض هيبدا، المفروض يمشي بدري جدا جدا عشان يبقى ما فيش عربيات والدواعي امنيه وحاجات كده. فكان مقرر الايفنت ان هو يبدا بدري جدا. احنا حرصنا قبل الايفنت بوقت كافي ان احنا ننزل بدعايه، عملنا فيديو كده تسجيلي عن ايه هو التنمر، نزلنا بالاعلانات بتاعه اللي بتقدمها يونيسيف، هم الحقيقه مدونا جدا وكانوا مهتمين جدا ان احنا نعرض الفيديوهات والاعلانات بتاعتهم وداخل النادي على الشاشه العملاقه في النادي في الثلاث فروع. نزلنا العجل زي ما قلت لحضرتك الاعلان عن العجل، وعملنا بوث او يعني مقر كده صغير للجنه الطفل نوزع من خلاله المواد العلميه ورابر باندز مكتوب عليها انا ضد التنمر، ومواد دعائيه زي التيشيرتس والكابس والحاجات كده، ونشرح للناس فيها اهميه مشاركتهم في حدث زي ده. لان زي ما قلت لحضرتك مش كل الناس فاهمه يعني ايه تنمر. أكيد. فالحقيقه هو برغم ان احنا كنا متخوفين من فكره العدد، بس زي ما حضرتك شفت كده في التقرير كان في عدد كبير جدا اكتر من 300 حد مشارك في طبعا بالنسبه ليوم طبعًا. الجمعه والصبح بدري. اول حاجه انتوا بتعملوها كلجنه طفل كمان مش حاجه سهله. بالظبط يعني الناس ما جربتش يعني الانشطه بتاعتنا ومش عارفه هل احنا الدنيا هتبقى بالزبط. منظمه ولا لا، وكمان كان يوم جمعه الناس بتفضل تنام طبعا والصبح بدري جدا جدا. فاكتر من 300 حد شارك في مسابقه الدراجات، وكان في حضور كثيف جدا للندوات والرسم، فقره الرسم لو حضرتك عندك يعني فيديو او صوره ليها هي كان في تفاعل رهيب. لان حتى اللي ما جاش الايفنت من اوله فهو مثلا لاي ظرف عنده ما جاش من بدري، هو لما جه وشاف الندوه اللي انتوا كنتوا عاملين ايه، هو كان في ايه في النادي إيه؟ الناس كانت مهتمه بيه وكان مسمع وبداوا يشاركوا بداوا يقعدوا لا انتوا لازم تقولوا لنا يعني. احنا طبعا كنا عاملين حمله دعائيه قبلها بكتير بس لازم نعملها تاني ولازم نكررها ولازم نكررها في كل الفروع. ففعلا الموضوع لقى صدى كبير قوي بين الناس. طيب خلينا نروح نشوف تقرير مهم جدا عن بعض الشخصيات اللي كانوا موجودين في هذا اليوم، وطبعا ابرزهم الاستاذ عامر فاروق نائب رئيس النادي الاهلي. نشوف التقرير ونرجع نكمل مع بعض. طبعا تقرير طويل شويه بس كان تقرير مهم جدا، وخصوصا ان كان بيتكلم فيه عدد كبير من الشخصيات الهامه وابرزهم طبعا استاذ عمرو فاروق نائب رئيس النادي الاهلي، وكمان الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه اللي كان حريص جدا على التواجد في يوم مهم زي ده. استاذ هاجر عايز اسالك عن التعاون ما بين اللجان كلها داخل النادي الاهلي بيتم ازاي والتنسيق بيتم ازاي، وخصوصا ان ده شيء مهم جدا، التعاون ده بيثمر دايما عن اشياء مهمه جدا بالنسبه لاعضاء النادي الاهلي بشكل عام. طبعا احنا زي ما متعودين دايما على روح التعاون جوه اسره النادي الاهلي، كان في تعاون طبعا باعتبار زي ما متفقين ان اللجنه لجنه جديده، كان في عرض من جميع اللجان بمشاركه وطلبوا مساندتنا ولو في اي دور يقدروا يقوموا بيه معانا في اليوم دون. الحقيقه انا بشكر لجان كتير جت وحضرت وساهمت معانا، واعضاء لجان اتصلوا بينا وقالوا احنا ممكن نيجي ونقف معاكم في اللجنه التنظيميه لليوم، وده حصل بالفعل فانا بشكرهم جدا جدا يعني. فده شيء مش جديد علينا على اسره النادي الاهلي، احنا متعودين دايما على روح التعاون جوه. اوكي طيب دكتوره دينا عايزه اتكلم عن اللي هيجي بعد كده او اللي هيحصل بعد كده بخلاف موضوع التنمر ده، ايه الانشطه اللي انتم بتستهدفوا انكم تنفذوها في مختلف افرع النادي الفتره الجايه؟
هي لجنة الطفل مركزة طبعا زي ما انا قلت، مركزة اساسي على موضوع التنمر ده، ان هو اونجوينج وكامل معانا. بلس ان في انشطة من ضمنها مثلا ان هننظم ان شاء الله موضوع التبادل، يبقى في تبادل ثقافي، ان احنا ممكن نسفر مجموعة من الاطفال بره يدرسوا حاجة معينة. ده فعلا بتفكروا في الجزئية دي؟ ايوه. وانا المسؤول عن الملف ده. يعني هيسافروا بره بلاد بره مثلا، يعني احدى البلاد اللي هيكون فيها؟ لا دي اكيد مفاجاه مهمه جدا لاعضاء النادي. هي مفاجاه. هي هتكون مفاجاه ان شاء الله. بس يعني خلاص حرقتيها فقولي. بس هي لسه اصلها ما تمتش. فاحنا بنحب دايما نتكلم عن حاجه لما هي فكره وان شاء الله هنمشي فيها. تفاصيلها خليها بعدين. تمام. خليني اكمل بس حاجه على كلام دينا بعد اذنك، انه احنا يعني بما اننا في اللجنه العليا مشرفه على لجنه الطفل، لو احنا اللي بنعتمد الخطه بتاعه اللجنه، احنا بنبقى حاطين قدامنا بالاتفاق طبعا مع اللجنه واعضائها صوره او شكل وهدف معين عايزين نوصل له، صوره للطفل الاهلاوي احنا عايزينه يبقى ازاي من نواحي جديده، رياضيا نفسيا علميا ثقافيا، من نواحي كتير، عنده وقته دايما مليان وحاجات، وبناء عليه بنبتدي نحط الخطه بتاعتنا الانشطه بتاعتنا اللي تستهدف تحقيق الهدف دون. يعني بنبتدي نحط له مثلا معسكرات كشافه، نملى له وقته بانشطه اللي ما بيعملوش حاجات في الرياضه، ان هم يبقوا بيعملوا انشطه بايديهم يدويه، الام ازاي تحافظ على ابنها مستواه العلمي شاطر ومستواه الرياضي كمان متميز. فممكن مثلا نجيب كان في فكره ان احنا نجيب مدرس يساعد الاولاد على ان هم يعملوا الهوم ورك بتاعهم في بعد التمرين، بحيث انه نقلل العبء شويه عن الاهالي. دعم الطفل الرياضي في موضوع التغذيه، يكون في طبيب نصائح غذائيه، ياكل ايه ما ياكلش ايه، علميا يبقى ازاي شكله، ازاي بيتكلم ازاي. فاحنا بنستهدف انه يبقى في شكل معين للطفل الاهلاوي يبقى مميز. ان شاء الله بناء عليه حطينا الخطه. جزء كمان ان شاء الله ناويين ان احنا نعمله الاهتمام بالطفل يعني صاحب الاعاقه. يعني ان شاء الله باذن الله احنا ناويين نعمل له حاجات خاصه بيه، جزء مثلا في الالعاب، جزء طبعا لانه زي بقيه الاطفال. هو في الحقيقه بصراحه يعني لجنه الطفل كان ضروري جدا ان هي تكون متواجده ويتم يعني اعتمادها من قبل مجلس اداره النادي الاهلي. عايز اعرف الموضوع ده خد وقت؟ يعني مجلس اداره النادي الاهلي لما الفكره جات له ان يكون في لجنه منفصله وهي لجنه الطفل، الموضوع خد وقت ولا موافقوا على طول من خلال لا مساله او وقت عادي اجرائي، بس احنا كنا في دعم كبير من مجلس اداره النادي الاهلي، وكانوا احنا لما عرضنا الفكره ان احنا نفصل، انا مشرفه على اعمال لجنه المراه برده ولجنه الطفل، فلما عرضنا ان احنا نفصل لجنه الطفل عن لجنه المراه هم رحبوا جدا. يعني لما قدمنا افكار يعني وانشطه مختلفه هتاخد مساحه كبيره جدا جدا من انشطه المراه، ففكرنا ان احنا نفصل الاثنين، والحقيقه المجلس تفهم ده جدا واصدر القرار وساعدنا يعني. تمام. طيب دكتوره دينا، النصايح اللي احنا ممكن نقولها للاب والام لو لقوا مثلا لا قدر الله ابنهم مثلا بيعاني من التنمر، او يعني حاسين ان هو شويه منطوي، او كل الامور اللي بتخص التنمر، ايه النصايح اللي احنا ممكن نقولها له؟ طيب اعتقد الموضوع ده هيبقى فيه شقين. اول حاجه ان انا ازاي اعلم اولادي اصلا ان هم يواجهوا التنمر. اولا لازم الطفل يبقى عارف ايه هو التنمر، ايه اشكاله وايه انواعه، وايه هو يفرق، هو صغير يفهم يعني ايه تنمر ولا الموضوع صعب شويه؟ يعني هو اللفظ بس، ما هو زي ما قلت لك الاطفال ايه ده، ايه التنمر ده، مجرد ما اشرح لهم هم بيفهموا على طول، لان هو للاسف يعني تقريبا معظم الاطفال بيتعرضوا لحاجه زي كده. نسبه كام يعني؟ بنسبه كام بيستوعبوا الكلمه؟ لا، ولا بنسبه كام موجود التنمر في المجتمع المصري دلوقتي؟ لا طبعا، طبعا ايه ده بقى 100% ان شاء الله. لا طبعا نسبه عاليه جدا للاسف. وزي ما احنا قلنا الموضوع بيحصل كمان ساعات من غير قصد، هو مش قاصد. اي عنف نفسي ده بيندرج تحت التنمر، فهو ليه اشكال كتير. بس طبعا هو لازم اصعب شكل في التنمر ايه؟ الايذاء البدني. بس انا اعتقد ان الايذاء البدني والنفسي ليهم نفس التأثير. هم اشكال كتيره، بس اصعب ثلاثه انه السخريه، الايذاء البدني، والتكسير ممتلكات. لان الطفل لما بيرتبط بحاجه بيحبها، مج مثلا او حاجه بيحبها، وتكسر له هو بيتكسر جواه حاجه. طبعا لما بيتعرض لسخريه هو بيحبط وبينطوي وبيتهز ثقته في نفسه. لما بيتضرب وما بيعرفش يدافع عن نفسه هو برده بيحصل له ايذاء نفسي وثقته بتتهز. فدول يعني اكتر ثلاثه موجودين واكتر ثلاثه مؤذين. وانا لازم برده اعلمه ان مش اي هزار او كده يبقى تنمر. يعني برده مش لازم اخليه اوفر، يبقى دفاعي اوفر زياده عن اللزوم. لا، انت لازم تفرق يعني ايه تنمر ويعني ايه هزار. الولد صاحبك بيهزر معاك او مضايقات عاديه، ساعات بتبقى مضايقات عاديه مش تعمد بشكل مستمر وبصفه متكرره.
تاني حاجة إن أنا صدقة، لازم أكون صاحب ابني. لو في صداقة خلاص هو هيحكي لي كل حاجة، لازم أبني صداقة بيني وبين ابني. فخلاص كده هو بيحكي لي كل حاجة، وأقدر أنا بقى وهو بيحكي يعني أقول له بقى اللي أنا عايزاه في وسط الكلام، نتناقش كأننا أصحاب، فأبدأ أقول له اللي أنا عايزاه. برضو لازم أشجعه أن هو يبلغ، مش يبلغ، يبلغ حد مثلا لو شاف زميله بيتعرض لحاجة زي كده، مش هو شخصيا، لو الإساءة دي وقعت على حد قدامه، أنه هو يقول للمدرس، يقول للمدرب، يبلغ حد، ويتعلم ازاي يدافع عن نفسه. يعني بدل ما اقول له اللي يضربك اضربه، اقول له اللي يضربك امسك ايده، اللي يتريق عليك اقول له خلاص، يعني قال لي النهارده انت فاشل، طب خلاص انت مش قلت لي امبارح انت فاشل، مش قلتها امبارح، خلاص قدام الناس اكسفه واعلمه ازاي ان هو ما يتريقش عليا تاني، وازاي ان انا ما شاركش في حاجه زي كده. لو حد بيعمل تنمر، بيمارس التنمر على حد قدامي، ازاي ان انا ما اضحكش على حاجه زي كده، بل بالعكس ادافع واقول للشخص المتنمر ان انت متنمر وانا مش معاك، وما تضايقش زمايلنا. يعني اشكال كتير. طبعا الشق الثاني بقى، لو اوريدي حصل التنمر خلاص، انا كل ده بعمل يعني قبل ما قبل. لو حصل خلاص ان طفلي اتعرض للتنمر، سواء هو بلغني، سواء انا لاحظت عليه اي تغير، وانا فاهمه ايه التغيرات اللي بتحصل على الطفل، بفهم ان هو اتعرض لايذاء نفسي، اول حاجه بقعد اسمعه، بقعد اسمعه للاخر من غير ما اقول اي احكام، انت ضعيف، انت مش عارفه ايه، اسمعه للاخر، بشكره ان هو جه وقال لي وصارحني، وفهمه ان ده التصرف الصح. بحاول ان انا اظهر التعاطف مع اللي بيقوله، اتفهم مشاعره، بس ما توترش، لان ممكن اسمع من الاطفال حاجات كارثيه. لو انا توترت هو هيبطل، هيقف، مش هيكمل التفاصيل كمان، يعني هو هيقف عند الحكايه، هيخاف يحكي التفاصيل. فلازم ابقى عندي ثبات انفعالي، ان انا سامعاه ومتعاطفه مع اللي هو بيقوله، متعاطفه مع مشاعره، بس مش بتوتر، مش بلومه، انا مش قلت لك تدافع عن نفسك قبل كده، هو ليه ما حكيتليش؟ اللوم برده بيخوف الطفل وبيخليه يقف ما يحكيش. بسمعه وبقول له انا معاك، انا جنبك، انا في ظهرك. خليني اكمل حاجه على كلامك يا دينا، غير ان انا بسمعه وبحتويه، ان انا كمان لازم اعرف ادعمه. يعني هو لو مش عارف ياخد حقه، انا ممكن اروح واقابل المدرسين واقابل المدرب واقول له ستوب، او وقف، ده انت بتهد اللي انا ببنيه في ابني، فلو سمحت ما تعملش كده. الولد لازم يحس انه عنده ظهر، عنده حد يعني بيدعمه، يعني بخلاف ان احنا كمان بنحتويه او كده، او بفهمه التنمر او ده. طبعا عايز اضيف لا ابدا، هو بالاضافه بس اللي هاجر قلته كمان، ان انا ممكن اعمل معاه لعبه تقمص الادوار. تعال نشوف كده، لو حد عمل لك حاجه هتعمل ايه؟ لو حد مثلا قال لك كلمه تنمر، ضايقك بكلمه، هتتصرف ازاي؟ افهمه ان هو يبص في عين اللي قال له الكلام ده بمنتهى الحزم والهدوء، ويقول له ما تعملش كده، ويبعد، ما يزودش برضو في الكلام عشان ما يبقاش فيه عنف. لو في إيذاء نفسي أعلمه إن هو يمسك إيد اللي بيأذينا، إيذاء بدني أنا آسفة، يمسك إيد اللي بيحاول يضربه، وأعلمه إزاي يقدر يطلب المساعدة، يبقى في حد دايما يلجأ له. وطبعا لو طفل الموضوع مؤثر عليه نفسيا جامد جدا، ما فيش أي مانع إن أنا ألجأ لمتخصص نفسي إن هو يساعدني أنا. يعني مش لازم أنا أقدر أساعده في كل حاجة في الدنيا يعني. طيب استاذه هاجر، الموضوع بياخد وقت قد ايه لو طفل اصيب بالتنمر؟ خلاص بياخد وقت قد ايه عشان يتخلص من القصه دي؟ والله هو حقيقه انا مش خبيره في النقطه دي، اقدر ما اقدرش اقول لحضرتك وقت قد ايه، بس احنا ممكن بنرجع لكبر عشان يعني نواجه ده. وانا من خلال حضرتك هنا يعني بطلب من كل اب وكل ام عن ابنه عنده مشكله في التنمر، او المشكله بقى زادت قوي، او حصل اي حاجه، اولا هو ممكن ما يدخلش علينا باقتراحات، واحنا لو نقدر نساعده وندعمه بندوات او بنوصله باماكن ومتخصصين، احنا هنعمل دون. وكمان انا ممكن اوجههم دلوقتي او من خلال برضو حضرتك اقول لهم ان هم يلجأوا للمجلس القومي للطفوله والامومه، ويتصلوا بالخط الساخن بتاعه، لان هو بيدعمهم جدا. وممكن الطفل اللي بيعاني من مشكله معينه، الاهل مش عارفين يعني مش متخصصين او مش عارفين يساعدوه فيها، ممكن يروحوا بيعملوا هناك زيارات، والمتخصصين بيقعدوا مع الطفل والاب والام وبيدوهم ارشادات ونصايح تفيده. طب دكتوره دينا، في اي حاجه حابه تضيفيها بخصوص هذه الجزئيه؟ لا، يمكن هي اللي نبهت عليها في وسط الكلام، صاحبوا ولادكم. متهيألي البدايه بتبقى من عند الاهل، هم جدار الحمايه للطفل. اهم شيء. بالظبط. طيب يعني وانا بختم معاكم، بس استاذ هاجر عايز اسالك على سؤال مهم جدا، بما ان حضرتك عضوه اللجنه العليا للجان. من وجهه نظر كده وبامانه، مين انشط لجنه داخل النادي الاهلي؟
في حضور دينا لا احنا عندنا لجان كتير الحقيقه، كل لجان بتجتهد. اللجان كلها نشيطه بس يعني عندنا لجنه المراه، عندنا لجنه الشباب، ولجنه ذوي الاحتياجات الخاصه، وطبعا دلوقتي لجنه الطفل بدات انطلاقه هايله وممتازه. انا طبعا متحيزه جدا لجنه الطفل والمراه عشان يمكن انا مشرفه عليهم. بس الحقيقه بجد يعني كل اللجان بتجتهد انها وبتتنافس انها يبقى ليها وجود على الارض يعني، وانها تبرز الدور الاجتماعي للنادي الاهلي بالزبط. وانها ترضي الاعضاء وتوصل لهم بجميع فئاتهم مختلف اعمارهم. اكيد ده شيء مهم وكله في صالح العضو في الاخر. طبعا بالظبط. وانا من خلال حضرتك ضروري كمان الاهتمام بالافرع كلها. تمام. كل الانشطه هي بتتكرر في على مستوى الثلاث، لازم تتكرر. ده شيء مفروغ منه. طبعا مفروغ منه. بتتكرر لو النشاط تم في الجزيره لازم يتم في كل اللجان. مدينه نصر لازم يتم في الشيخ زايد على مستوى كل اللجان. بنغطي كل يعني الناس والفئات والاعمار زي ما قلت لحضرتك. وانا اسمح لي بعد اذنك من خلال برنامج حضرتك ان انا اتوجه بالشكر لكل الناس اللي ساهمت في نجاح الايفنت دون وسمعت كده جدا، لانه النجاح ده مش عمل الايفنت ده طبعا عمره ما تم بشكل فردي، هو عمل جماعي. بشكر الجهات كلها، يونيسف ايجيبت واتحاد الدراجات المصري واتحاد الرياضه المدرسيه. ده من بره النادي، ومن جوه النادي طبعا مش جديد علينا، مجلس الاداره دعمنا، الاداره التنفيذيه، انا مش عايز انسى حد بس بعد اذنك، العلاقات العامه، اداره التسويق، الخدمات، الامن، وطبعا اعضاء لجنه الطفل كانوا متحمسين ومجتهدين جدا. حابه توجهيه المره؟ في نداء انا احب اوجهه لكل الاباء والامهات زي ما قلت لحضرتك، ان هم لو عندهم اي مقترح او اي نشاط في دماغهم واي حاجه محتاجينها تخدم مصلحه ابنهم، يا ريت ما يتخلوش علينا بيها ويتوجهوا بيها ليا او لاعضاء لجنه الطفل، واحنا هنساعدهم بيها ان شاء الله، وكله بيصب في مصلحه الطفل الاهلاوي. استاذه هاجر مقبول، عضو اللجنه العليا للجان بالنادي الاهلي مشرفه على لجنه الطفل، بشكرك شكرا جزيلا ونورتينا وشرفتينا. بشكرك. دكتوره دينا محسن، عضو لجنه الطفل بالنادي الاهلي، بشكرك شكرا جزيلا واتمنى لكم التوفيق دايما ان شاء الله. دي كانت فقره مهمه وفقره ثانيه من حلقه الاهلي ليله النهارده، اتكلمنا فيها على الدور المجتمعي داخل مقرات النادي الاهلي المختلفه خلال الفتره الاخيره بالتحديد. لكن فقرات الاهلي الليله لسه ما خلصتش، بعد الفاصل ان شاء الله هيكون معاكم الكابتن خالد العوضي، وفقره مهمه جدا خاصه ببعض الاخبار الخاصه بالالعاب الاخرى، وكمان هيستضيف ضيف مهم جدا او ضيفه مهمه جدا، وهي الكابتن مروه عيد عبد الملك، نجمه كره اليد المصريه ولاعيبه نيس الفرنسي، واكيد هتكون فقره حواريه غايه في الاهميه. استنونا بعد الفاصل.